عليكم مني السلام. رحنا اليوم 9 في الشهر 9 2023 رونز، مدينة رونز. هذا الشارع ديال لاكار، راه لاكار ديال رونز. كتجي مباشرة من لاكار كتلقى واحد المجزرة فتحت اليوم، اليوم أول نهار. ها الاسم ديالها، هذا هو الاسم ديالها. وطبعا هادشي كله حلال، راها فين مكتوبة حلال. اليوم الافتتاح ديال، شكرا 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 حبيبي. اليوم الافتتاح ديال هذه المجزرة الإسلامية. حبيبي واه نديو حبيبي، واه نديو. ها هو ولدي بغا بومس، نديو عليه بومس. اليوم كما قلت لكم رحنا 9 في شهر 9 2023، واليوم أول لا نيسونس كما نقولوا ديال هذه المجزرة هو اليوم بتاريخه المذكور. وكما كتشوفوا هادشي عنده روعة ونقي وجميل صراحة. شوف واخا تجي باش تسلم على صاحبك، باش تسلم عليه ضروري غادي شي حاجة، لأن هادشي في قمة الروعة والجمال. الريوق ديالك يسيلو وثروني، ما كاينش بزاف المجزرات هنا طبعا. إذن شرف لينا باش تكون عندنا هاد المجزرة الجديدة هنايا حدا لاكار. غادي نحط لكم لادريس كتابيا ديال المكازا، واللي بغى حوايج اخرين كلشي كاين. القهوة الا بغيت تشرب القهوة، القهوة بالمجان حبيبي. واه صافي حبيبي، واخا. وهكذا السيد من اطيب خلق الله، كنعرفو شخصيا من اطيب خلق الله، والله يزكي من يشاء. وهكذا وتحياتي. هذا الاخ ديالو، الناس ديالوني راهم يعرفوه، والناس ديال كورتريك وارقم اودنار تلوز ليسين تورني كلهم يجيو يوروني ياخذوا اللحم على السيد. وغادي ندير لكم لادريس ديالو كتابيا وحتى النمره التليفون الا بغى طبعا. شكرا وهكذا وتحياتي لكم جميعا. معكم حسين حمداوي رونز.